وعلى عليه فهنا غروب أول موت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وانطار وجود إلهي الآن جلسته وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين أتائل الحمد لله والقدرة كشفت من أحد المسطور ليبلغ نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفى الحق حكمة على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنابها المسطور ومشاهدة لها في هذا السمات الممدود فهذا بتوفيق الله يسير ثم بها مصير الطعافية وما هو من الهور الآن من قسم الله لم نشرك اسمه الوافية فأتى الوقت الذي نصب الله على وجود يوجد هذا المولود فقال نسب الكمال من النور عن عمود فقال الحميد المعبود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله يا نبي سلام.